للوقوف عند الانتهاكات التي تشهدها السجون الحكومية في العراق ضد المعتقلين، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي عمر العجلوني. أستاذ عمر، مرحبا بكم. مرحبا بك أستاذ. أستاذ عمر، بك أهلا بك أستاذنا الكريم. أستاذ عمر، يعني كما شاهدنا في هذا التقرير تظاهرات في بغداد للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في ظل استمرار طبعا مسلسل الوفيات في السجون الحكومية داخل العراق. كان لكم في المرصد تقرير عن هذه الحالات، لكن السؤال الذي يطرح دائما من قبل ذوي المعتقلين ومن قبل المجتمع العراقي، هل من تفسير حقيقي لتزايد الوفيات داخل السجون حتى أنها أصبحت ظاهرة؟ بالفعل رصدنا في تقريرنا الأخير الخاص بممارسات السجون التعذيب داخل السجون مراكز الاحتجاز تزايد ظاهرة التعذيب داخل السجون العراقية، حيث زاد عدد حالات الشكاوى المتعلقة بالتعذيب في السجون من 115 في عام 2018 إلى 900 في العام 2020. وبالحقيقة لاحظنا أن هذا التعذيب هو ممنهج ويكون بهدف دفع انتزاع الاعتراف من الموقوفين. وثقنا أيضا شهادات لمتظاهرين سلميين وصحفيين أرغموا تحت التعذيب أن يعترفوا بوجوههم لم يقترفوها أصلا. نعم أستاذ عمر، كما تعرفون يعني جل المعتقلين تم اعتقالهم بتهم كيدية ملفقة. هنا يعني في هذا المفصل تحديدا، إلى أي مدى ترون كمنظمات حقوقية يعني تثقون فيما يصدر من أحكام عن القضاء في العراق؟ في الحقيقة نحن قد سجلنا حالات عديدة تضمنت توجيه تهم كيدية، منها ما حصل مع الصحفيين مثلا في إقليم كردستان أو ما يحصل في باقي المحافظات التي تصل بعض عقوبة بعض التهم الكيدية فيها إلى الإعدام. هذا الأمر في الحقيقة يضع علامات استفهام كبيرة، إما على مدى قدرة القضاء على تحمل الضغوطات والتدخلات التي تفرض عليه وخاصة في الحالات التي تتعلق بالناشطين السياسيين والصحفيين، أو مدى تورطه فيها بشكل مباشر. نعم أستاذ عمر، الحكومة يعني تعد بالعفو الخاص من الوعود عنهم، ولكن لماذا لا تنفذ السلطات هذا العفو؟ هل هو عفو حقيقي أم تعتقد أن ربما يعني الميليشيات تتحكم في الأمر بنهاية المطاف؟ لا شك بأن التدخلات تجاه عمل الجهات الحكومية هو أمر لا يخفى على أحد، وأن لهذه التجمعات المسلحة تأثيرا كبيرا على القرارات الحكومية، لا سيما أنها أيضا متورطة بشكل مباشر بالضغط على الجهات القضائية لإصدار تهم كيدية. ومن المهم هنا أن نقول أن إصدار العفو أن يكون ضمن خطة فعالة لإنهاء ملف التهم الكيدية والتعذيب بشكل جذري عبر تفعيل الرقابة الحقيقية على مرفق العدالة وتحصيل من التدخلات ومحاسبة كل المتورطين في ارتكاب هذه الفظائع وتعويض المتضررين، لا أن يصدر هذا العفو ثم نعود لطلب عفو آخر بذات الأمر. إذا ما ناقشنا موضوع التعذيب في السجون بشكل يعني مسهب، أستاذ عمر، إلى أي مدى يمكن القول بأن التعذيب سياسة متبعة وممنهجة داخل السجون في العراق وليست حالات فردية كما تدعي الأجهزة الأمنية الحكومية؟ للأسف يعني أصبح التعذيب في السجون أمرا ممنهجا، ليس فقط تجاه الناشطين وإنما تجاه أي مواطن عادي، وهذا ليس أمرا جديدا ولكنه بدأ يتصاعد في الفترة الأخيرة، حيث شهدنا مثلا قبل عدة أسابيع مقتل 3 موقوفين في البصرة فقط احتجزوا لفترات تراوحت ما بين اليوم و10 أيام. تبين لاحقا أن معظمهم أصلا تم توقيفهم بطريق الخطأ وفقدوا حياتهم نتيجة لهذه الوحشية المترعة التي لا رقابة عليها. وبالتأكيد هذا الأمر يعني ينفذ كل قواعد المحاكمة العادلة سواء في التشريعات الدولية أو العراقية. ولكن أستاذ عمر، ولكن الحكومة تبرر بأن يعني أسباب الوفيات يعني تعود إلى أمراض مزمنة، هل يعقل أن كل من توفوا وهم بالمئات خلال هذا العام هم فقط من المرضى؟ يعني في الحقيقة هذا الأمر لا يمكن قبوله عقلا. نعم. حالات توثيق مقتل الموقوفين تحت التعذيب كثيرة ومتعددة، ويعني لا أبالغ إذا أقول أنها أصبحت بصفة شبه يومية وخاصة مثلا في سجن الحوت، وهذا فقط ما تستطيع الجهات الحقوقية توثيقه. وبالتأكيد أن الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، بل إن بعض السجون تتبع أسلوب حرمان وتجويع المقصود
يؤدي إلى حرمان النزلاء من أبسط حقوقهم الإنسانية مثل الماء الصالح للشرب وتفشي الأمراض بينهم كالليوكيميا والتدرن وحرمانهم من الأدوية. وهذا مثلا ما يحدث في سجن التاجي شمال العاصمة بغداد والذي توفي فيه 7 نزلاء فقط منذ بداية شهر آب الماضي. من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي عمر العجلوني، شكرا جزيلا لكم.